قامت مجموعة مسلحة في مدينة جدابية بتهريب عدد من السجناء من سجن القضائية بالمدينة. وأكد مراسل النبا أن المجموعة قامت بفتح أبواب السجن وتهريب عدد من المساجين، مؤكدا أيضا أن السلطات القضائية استطاعت القبض على 5 من الفارين، وأن عملية البحث عن الباقين جارية وسط تجديدات أمنية. وحول الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف بشير عبد القادر أمر الغرفة الأمنية المشتركة جدابية. سيد بشير، لو تعطينا تفاصيل حول عملية التهريب، وماذا عن المجموعة المسلحة التي قامت بعملية اقتحام السجن، هل تم التعرف عليها أم لا؟ أهلا وسهلا بكم وبالأخوة المشاهدين. هم مش حقيقة مجموعة مسلحة هاجمت السجن ولا حاجة، لا، الواقع هذه ثاني مرة تتكرر في نفس التوقيت وفي نفس الوقت، يعني يوم الجمعة فوقات صلاة الجمعة. فحقيقة خمسة، هم المجموعة كاملة اللي متواجدة في السجن عددها 45 موقوف، تمام، وهربوا بطريقة على الباب وعلى الروشن، ورجعوا وطلعوا من رواشن من الخلف وتسلقوا الحائط وطلعوا، يعني وما شافوا مش حد من الحراس ولا شيء، يعني طيب الموضوع. نعم، طيب ال 45 موقوف في أي قضايا تم توقيفهم؟ والله أغلب التمثيل هي قضايا جنائية، فيه مخدرات، فيه تقريبا 3 حالات قتل، والناس خرجوا 45 شخص يخرجوا مره واحده بدون ما يشعر بهم من الحراس، فكان الموضوع غريب. وهذه ثاني طيب. مره تكرر في نفس التوقيت في الجمعه، يوم الجمعه وتكون وقت الصلاه. طيب. وما بلغنا على الحدث الا بعد مضي حوالي ساعه من ماذا عن المساجين. نعم، ماذا عن الاجراءات الامنيه داخل السجن، كيف هي؟ ضعيفة حقيقة، ومع العلم انهم عددهم الهيئة القضائية عددها كافي، يعني فيها فوق من حوالي تقريبا 60 و70 حارس، لكن يوم الجمعة ليش العدد قليل بهذا الشكل وناس يهربوا بدون ما يشعر بهم الحراس وعدد كبير 45 شخص، يعني عليه علامة استفهام، الموضوع غير طبيعي. لا، ولكن لم تدخل فيها أي مجموعة مسلحة ولم يدخل عليهم أي مقاومة ولا أي شيء، هذا كله غير موجود غير صحيح. نعم، إذا هم نفسهم المساجين هم من قاموا بالهروب. قاموا بالفرار بمساعدة شخص من داخل، قاعد واضح الحدث، يعني قاعد واضح. طيب ماذا، نعم، طيب ماذا عن الإجراءات الأمنية الآن في السجن، وخصوصا أنت تحدثت على أنها المرة الثانية تتكرر؟ والله من الهرب 45 نحن استرجعنا منهم 4، الأربعة استرجعوا فيه اللي استرجع أوليائهم، يعني في اللي رجع أبوه قريبة، يعني في اللي رجع، لأن أساسا في وحدين اللي وضعوهم في السجن أهله. فالحكاية ما احنا ما علمنا بالحادثة كجيش. وماذا عن البقية الفارين؟ الفارين نحن ما علمنا بالحادثة إلا بعد مضي ساعة من الحادثة، يعني اللي هم هربوا تقريبا في حومة ال 12 إلا، ونحن علمنا بالحادثة 12 ونص. نعم، وماذا عن البقية الهاربين؟ والله اننا عملنا كشوفات على البوابات، وحاليا خذينا الكشوفات من الإدارة بتاع السجن، سلموا لنا الكشوفات ووضعناهم في البوابات، وعملنا على بنغازي وعلى جميع المناطق، وحاليا في دوريات وقايمين بال. نعم. نعم، السيد بشير عبد القادر أمر الغرفة الأمنية المشتركة بجدابية، شكرا جزيلا لك.